لسه المهرجان الثقافي الكبير مستمر. امبارح استضافت القاعة الرئيسية بمعرض الكتاب الدولي ندوة بعنوان دور الشاروني في نقد حركة أدب الطفل ضمن محور شخصية المعرض لأدب الطفل. خلينا نتعرف على أبرز تفاصيل الندوة في التقرير اللي جاي. اليوم في معرض القاهرة الدولي للكتاب احتفلنا بالتجربة الفنية والنقدية والإبداعية لرائد أدب الأطفال أستاذ يعقوب الشاروني اللي رحل عن عالمنا يعني من يعني بضعة يعني أشهر كده قليلة، واللي كنا بنحلم يعني أن يكون موجودا معنا في المعرض في هذه الدورة. وبشكر بالمناسبة وزيرة الثقافة المصرية والقائمين على إدارة معرض القاهرة الدولي للكتاب لاختيار يعني رائد أدب الأطفال الكبير أستاذ يعقوب الشاروني حتى يكون شخصية المعرض هذا العام، خاصة معرض أدب الأطفال. النهاردة اتكلمت عن وجهة نظري النقدية فيما أبدعه يعقوب الشاروني على صعيد السرد، كان في القصة القصيرة، كان في الرواية اللي أنجزها عبر أكثر من نصف قرن للأطفال، اللي أنا حتى بأكده النهاردة أن يعقوب الشاروني لم يقتصر في إبداعه على أنه بيركز مع الطفل المصري والطفل العربي، ولكن من وجهة نظري يعقوب الشاروني كتب ما يعرف بأدب الأسرة، لأن كان كل همه هو خلق كوادر ثقافية وإبداعية وأسرة مثقفة للمجتمع المصري والمجتمع العربي. وده اللي ظهر أن الطفل بيتصدر المشهد دائما في أدبي. الشيء الآخر أن المرأة كمان كانت متصدرة المشهد السردي عند يعقوب الشاروني. أنا أعتقد أن احنا بنتكلم عن كاتب مصري بحجم يعقوب الشاروني، ولكن كمان اسمح لي أقول أنه كاتب عالمي، لأنه استطاع الشاروني أنه يؤصل للتطور داخل بنية أدب الأطفال، حتى استطاع أن يحصل على جائزة مهمة جدا من الدولة المصرية وهي جائزة الدولة التقديرية. وأنه أدب الطفل يأخذ دولة يعني يأخذ جائزة دولة تقديرية، ده معناه أنه يعقوب الشاروني استطاع أن يمتلك مشروعا يثبت وجوده، يفتح الباب للأجيال القادمة في أدب الأطفال، يديهم الثقة إن الدولة المصرية يعني نظرة لما تقومون به مأكدة على وجودكم كنوع أدبي أو ككتابة أدب أطفال مثل كل الأنواع الأدبية، زي رواية الكبار، زي المسرح، زي القصة القصيرة. يعقوب الشاروني يعني رحمه الله كلنا نسير على خطاه، كان ملما جدا 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 بعقل الطفل، بخصائص مرحلة الطفولة المبكرة والمراحل الأخرى أيضا. ألف ما يقرب من حوالي 400 كتاب أيضا. عايز أقول لحضرتك أن كان متفوق في الجانب القانون وفي الجانب العلمي وفي الجانب الأدبي، لأنه كان سابقاً كان رئيس محكمة، وبعد ذلك أنه بقى مستشار لوزير الثقافة ومدير الهيئة العامة لقصور الثقافة، وبعد ذلك طلب الانتقال من القضاء حتى يكون بوزارة الثقافة. فهذا يدل أنه كان عاشق للطفل، كان عاشق لتقديم الأدب الصغير اللي هو أدب الأطفال بدءا من مرحلة الطفولة المبكرة. تحدثنا أيضا عن تجارب يعقوب الشاروني خارج مصر وترجمات مؤلفاته المختلفة خارج مصر. أستاذ يعقوب الشاروني كنا مع لقاء له كان في المؤتمر الدولي أيضا في الإسكندرية عام 2020، وجه خطاب ليا وإحنا نتحدث عن أدب الأطفال. قال أنا يعني أريد أن كل أديب وكل كاتب للأطفال أن يكون ملما بلغة الأطفال، بخصائص المرحلة العمرية، بثقافة الطفل، أن يضع نفسه مكان المتلقي نفسه. فأستاذ يعقوب الشاروني كان دائما يوصي في مضامين أدب الأطفال أيضا أن يوطد الهوية عند الأطفال، ينمي تحمل المسؤولية لدى الطفل. ليس فقط ذلك، بل كان مسيرا أيضا للعصر، كان يبرز القضايا العصرية، أدخل التكنولوجيا في حديثه أيضا عن الروايات، عن القصص، عن المسرحيات. فاز بجوائز دولية كبيرة جدا، منها جوائز دولية في قطر وفي بلاد أخرى كتير جدا، زائد وفرنسا أيضا وفي دول مختلفة.
سافر أمريكا وتعرف على أنواع الأدب المختلفة، قال إن إحنا نبدأ بتقديم أدب الأطفال بدءا من الكتب القماشية عند لمس الطفل ليها، إنها تصدر موسيقى يتعلم منها الطفل في العام الأول. بعد كده بيتم التدرج في الكتابة للأطفال، يعني بتدرج لغة الطفل. كان يستخدم اللغة العربية الفصحى وكان بيحافظ عليها جدا، كان يوجه النقد لأي أدب لا يتناسب مع مرحلة عمرية موجهة ليه. ده كان ناقد، بس كان ناقد إيجابي، كان دائما يبحث عن كيف يحول أي شيء سلبي في كتابة الأدب الأطفال ليس لمجرد النقد ولكن لكي يسعى للارتقاء بأدب الأطفال. الندوة النهاردة كانت بتتكلم عن الدور النقدي للأستاذ يعقوب الشاروني رائد أدب الأطفال الكبير. زي ما احنا عارفين أن الأستاذ يعقوب الشاروني علامة فارقة في مسيرة أدب الأطفال، الإبداع السردي، إضافة إلى أعماله الفكرية والنقدية اللي كان بيتناول بها أدب الأطفال، وكانت كأنها الجانب التطبيقي والجانب النظري، الوجهان لعملة واحدة. فهكذا كان يعتنق الأفكار الفكرية والتربوية الحديثة جدا، وهكذا كان يطبقها في نصوصه القصصية والروائية. عن يعقوب الشاروني رائد أدب الأطفال، واللي هو شخصية معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 55.